ادوبي نزلت امبارح تحديث جديد جوه الاليستريتور، والتحديث ده خاص بالذكاء الاصطناعي. قدروا يدخلوا الجينيريتيف فيل اللي موجوده في الفوتوشوب وقلب الدنيا وعامله شغل عالي جدا، قدروا ان هم يدخلوه جوه الاليستريتور بحيث ان انت تقدر تلون الرسمه بتاعتك على طول. يعني مثلا نفترض ان في رسمه فيها الوان كتيره جدا، مثلا فيها 15 لون، فانك انت تقعد تعمل سيلكت على لون لون بالذات ان الالوان ممكن تبقى صغيره، دي هتاخد منك وقت ومجهود كبير جدا. لا، انت ممكن تكتب على طول للذكاء الاصطناعي انت عايز الوان الرسمه بتاعتك تبقى واخده الوان ايه بالظبط، وهي تعمل لك اللون اللي انت عاوزه. والناس اللي شغاله في الاليستريتور عارفين في رسومات معقده عشان تغير الوانها فعلا موضوع شبه مستحيل، يعني تحس ان انت مش هتعملها فعلا، يعني موضوع ممل جدا. وفعلا في شغل كتير بيترفض بسبب الموضوع ده. الذكاء الاصطناعي جه حل الموضوع ده وقدرت بدوسها تعمل حاجه زي كده. فيلا بينا بدون كلام كتير نبدا الفيديو بتاعنا ونجرب الاداه دي كده مع بعض. طيب بعيدا عن التحديث بتاع الجينيريتيف فيل ده، في تحديثات برضو ظهرت في الاليستريتور من حوالي اسبوعين، دي احنا ما اتكلمناش عنها في القناه، ممكن كده ندي برضو نبذه عنها بما اننا يعني ما اتكلمناش عليها قبل كده. بس خلينا الاول نجرب الجينيريتيف فيل اللي في الاليستريتور، خلينا نخش على الجهاز ونبدا شغل مع بعض. طيب ده الاليستريتور، دي النسخه العاديه على فكره مش البيتا، يعني دي النسخه اللي هي العاديه دي مش البيتا خالص. طيب رسمه زي دي انا كنت راسمها من فتره كبيره جدا، يعني الرسمه دي قديمه. عايزين مثلا نغير الوانها، نغير الالوان اللي فيها، فاحنا مثلا ممكن نيجي ندوس كنترول A عشان نعمل سيلكت اول على كل الداتا اللي موجوده. ممكن نشيل التحديد مثلا من على الكاركتر لو انت مش عايز تغير الكاركتر، عايز تغير الخلفيه بس. وممكن مثلا عايز تغير الوان الكاركتر برضو ممكن عادي، بس خلينا ندوس كنترول A ونحدد الرسمه كلها. بعد كده نيجي عند ايديت، ايديت كلرز، وهنختار من هنا جينيريتيف ريكلر. هتلاقي مكتوب انها بين قوسين بيتا، هو الاوبشن ده بيتا جوه النسخه الرسميه، تمام؟ يعني لسه بيجربوه. خلينا ندوس كده ونشوف. هتلاقي الديك سامبلز، الحاجات اللي انت ممكن تكتبها. يعني هنا مكتوب مثلا سالمون سوشي، هنا مثلا مكتوب ساندي ستون. بيقول لك يعني ان انت ممكن تكتب حاجه زي كده ويظهر لك الايفكت ده، هو بس بيديك افكار على البرومبت اللي انت ممكن تكتبه. وعندنا برضو حاجه اسمها سمر باي ذا سي، دي مثلا اللي هو اجواء الصيفيه يعني. تعالوا بقى نحدد الخلفيه دي ونخليها مود ليلي. هنيجي عند قائمه ايديت، بعد كده ايديت ريكرر، وبعد كده جينيريتيف ريكرر، ونيجي عند دارك بلو ونختار مثلا ده او ده. هتلاقي مثلا ظبط لك الخلفيه كانها ليل، مثلا لو احنا عايزين نعمل مثلا اللوكيشن ده مره الصبح ومره بالليل، فانت مش محتاج تحدد لون لون وتبدا تغيره، لا انت ممكن بالفلتر ده والايفكت ده على طول تخلي الحاجه ليليه. وممكن تعدل الالوان عادي جدا، يعني ممكن تغير لو انت الالوان مش عاجباك ممكن تديت عليها عادي جدا. طيب خلينا نشوف رسمه زي دي. هندوس كنترول A عشان احدد الرسمه كلها، بعد كده ايديت، ايديت كلرز، وهنختار جينيريتيف ريكرر، ونبدا مثلا نختار برده حاجات من هنا من دي. هتلاقي قال لك لون الرسم خالص، بيديك اوبشنز منها، يعني ده ظريف جدا، ده عجبني ده جدا. ممكن مثلا تختار حاجه زي السمر، ده برضو ظريف، ده يعني شغال برضو. طيب ممكن مثلا نكتب بلو بلاك، بعد كده اند اورنج، يجيب لنا مثلا الالوان دي اللي هو الازرق والاسود والاورنج، ونختار جنريت. اهو هيجيب لك الثلاث الوان دول، ازرق واورنج فعلا وبلاك اللي هو الاسود اللي هو حاطط معاه الكحلي، لان طبعا الازرق والاسود بيدوا كحلي، فهو بيميكس الالوان دي ويطلع لك الوان معينه. طبعا الحاجات دي مفيده للناس بتوع الطباعه اللي بيعملوا حاجات واحد لون واثنين لون وثلاثه لون، هو مش محتاج يبذل اي مجهود بالذات لو رسمه معقده. بس فهو بصراحه بيطلع نتائج حلوه جدا، ونتيجته اكتر تبان في الحاجات المعقده. طيب تعالوا بقى دلوقتي نجرب على رسمه ثانيه. طيب خلينا مثلا نيجي عند الكاركتر ده، خلينا نغير اللبس بتاعه ونحدد اللبس اللي هو لابسه بالشكل ده. تبدا تحدد اللبس كله، طبعا ما تحددش لون البشره لان لون البشره ما يتغيرش معاك، فاهم قصدي؟ انت تحدد اللبس بس الطريقه دي كده، ماشي كده. احنا حددنا اللبس العناصر بتاعته كلها، وبعد كده نحدد البنطلون اللي هو لابسه، وبعد كده نحدد الشوز، تمام زي ما انتم شايفين كده. بعد كده نيجي عند قائمه ايديت، ايديت كلرز، وبعد كده نختار جينيريتيف ريكلر، ونبدا ممكن نختار حاجه من الحاجات الجاهزه دي، او ممكن نكتب له برومبت احنا بنفسنا زي ما انتم شايفين. جايب لك دي بيديك طبعا اوبشنز، زي مثلا جينيريتيف فيل في الفوتوشوب كان مديك كذا اوبشن، هي برده بيديك اربعه اوبشنز. طيب مثلا ممكن نختار دي، برده هتلاقي الالوان اتغيرت معاك هنا. طيب ممكن مثلا نكتب هنا بلاك اند وايت، يعني مثلا ابيض واسود، نختار جينيريت، هيجيب لها مثلا حاجات البلاك اند وايت اللي هي ابيض واسود. طيب ممكن نكتب مثلا بلاك اند بلو اللي هو اسود وازرق، ونختار جنريت، هتلاقي جاب لك هنا الحاجات اللي فيها ازرق واسود، تمام زي ما انتم شايفين كده. طيب مثلا ممكن نختار دي مثلا، ممكن نختار مثلا دي، شايفين اوبشنز كتيره تقدر تغير بيها الالوان، ممكن تختار دي، ممكن تختار الحاجات دي، هو بيجيب لك كذا اوبشن بحيث ان انت تختار منه. هو طبعا الاوبشن ده لسه بيتا فمش بيظبط في كل الحالات يعني، فحاجه بسيطه زي بتاعه الكاركتر دي مش محتاج اصلا ان انت تعمل الاوبشن ده، انت ممكن اصلا تحدد وتعمل سيلكت على الالوان، ولكن الاوبشن ده معمول للحاجات الكبيره. وده كده الاوبشن بتاع الجينيريتيف فيل. في اوبشن كان نزل من حوالي اسبوعين انا ما اتكلمش عنه، فخلينا دلوقتي نتكلم عنه. هو الاوبشن الري تايب، اللي هو تقدر من اي صوره تعرف الفونت. الناس اللي بتقعد تسال
في الجروبات يا جدعان انا عايز اسم الفونت ده، ممكن تقول لي اسم الفونت، ممكن اعرف اسم الفونت اللي انت بتكتب بيه، هو اصلا ممكن من الاستريتور تعرف اسم الفونت وتكتب بيه عادي جدا من اي صوره. الموضوع ده كان ليه مواقع اونلاين بتحط الصوره عشان تعرف اسم الفونت، لا هو بقى جوه الاستريتور. فطبعا الذكاء الاصطناعي عمل شغل عالي جدا جوه برامج ادوبي، فانا مبهور. فخلينا نشوف مع بعض ازاي نطبق الاوبشن ده. طيب عندنا مثلا ده اللوجو بتاع بيبل، عايزين نبدا نعمل اللي هو الاوبشن بتاع الريتايب. هنيجي عند قائمه ويندو، هننزل تحت شويه هنلاقي مكتوب هنا اهو ريتايب بين قوسين بيتا، هندوس عليه. نيجي بعد كده وانت محدد اللوجو هتختار انتر ريتايب، هتلاقي ظهر لك كلمه بيبل على طول، وهتلاقي جايب لك الفونتات اهي. الفونت هتلاقي اسمه هنا، لو انت عايز تحمله من الكلاود بتحمله من هنا، تبدا تعمله داونلود اهو. انا هبدا اعمل له داونلود دلوقتي، بيحمل اهو، ولما بيتحمل بيتسطب على طول جوه البرنامج. يعني خلاص ده اسمه فيلسون، يبقى خلاص اكتب كده، هات اداه التكست واكتب مثلا محمد وكبر كده. بعد كده تعالى في الكاركتر فوق اكتب فيلسون، هتلاقي الفونت جالك اهو. بصوا فعلا نفس الفونت. خدوا بالكم ان مش دايما الموضوع الفونت ده هيظبط. ليه بقى؟ لان اللوجوهات يعني لو كتابه هتظبط، لكن لو لوجوهات مش هتظبط، او مش في كل الحالات هتظبط، لان في بعض الشعارات الكتابه بتاعتها بتبقى مرسومه اصلا مش مكتوبه بفونت، لان في بعض الكتابات اللي جوه اللوجوهات بتبقى مرسومه مش مكتوبه اصلا بفونت. ولكن لو كتابه عادي هتعرف تجيب الفونت عادي، لكن اللوجوهات ممكن وممكن. فهو بيجيب لك اقرب حاجه ليه. انا شايف الفونتات اللي طلعت دي اقرب حاجه قريبه بنسبه 90%، فدي مش مسؤوليه البرنامج، هو الموضوع كله ان اللوجو ساعات ممكن يبقى مرسوم بس. خلينا طيب نجرب الكلام ده على لوجو التوم بوم اللي هو برنامج التوم بوم بتاع الانيميشن. هنختار هنا انتر لتايب، بيجيب لك على طول الفونت في ثواني يعني. فمثلا كلمه تون هتلاقي ده الفونت بتاعها، تبدا تعمله داونلود، عمل لك داونلود جاب لك علامه الصح، اسمه نيو روبريك. فهنبدا نجيب اداه التكست ونكتب تون مثلا، ونبدا نزوم كده نكبر الكتابه، ونيجي هنا نكتب تون نكتب قصدي نيو اهو، نيو روبريك اهو، نفس الفونت بنفس الزاويه بتاعته، هو فعلا ده الفونت زي ما انتم شايفين. فالموضوع حصل في اقل من 10 ثواني، اقل من 5 ثواني فعليا بتحميل الفونت بكل حاجه. انت اصلا مجرد ما بتدوس هو بيطلع، هو مفيش 10 ثواني في الموضوع. فبصراحه التحديث ده روعه جدا، ووفر عليها استخدامات مواقع كتيره. بصراحه ادوبي يعني غيرت الدنيا خالص، وانا شايف ان ادوبي دلوقتي تستاهل الاشتراك فيها، بالذات ان انت ممكن تشترك في ادوبي باقل من 100 جنيه. يعني انت ممكن تشترك اشتراك ب 200 جنيه، الاشتراك ده بيشتغل على جهازين تقسمه انت واحد صاحبك، يبقى انت كل واحد هيدفع اقل من 100 جنيه. اشتراك رسمي من جوه الموقع، يعني مفيش وسيط، ولا انا ماليش دعوه اصلا بالموضوع ده من جوه الموقع. وانا كنت عملت فيديو عنه، هيطلع لك في الاي فوق هنا او هنا، تقدر تروح تشوف الفيديو ده، وهيظهر لك برده في الاند سكرين في اخر الفيديو. فانت محتاج انك تشترك عشان تواكب التحديثات وتواكب الذكاء الاصطناعي والحاجات الجديده اللي عماله تطلع دي. طيب من الاوبشنز الجديده برده اللي ظهرت الايمج تراس، اللي هو يقدر يخلي لك اي صوره عادي تبقى فيكتور. خلينا نجربه، بيقول ان هو اتحدث وبقى احسن، خلينا نجربه كده. دلوقتي احنا واقفين محددين اللوجو، هنيجي عند ايمج تراس هنا عند الشرطه دي، هتلاقي فيه اوبشنز كتيره جايبها لك جوه الايمج تراس. يعني مثلا ممكن تختار من هنا لوجو، بعد كده تيجي هنا تختار اكسباند، هتلاقي ظبط لك اللوجو. انا شايف ان هو بقى احسن من الاول، تمام، يعني النتيجه بقت احسن من الاول، الاول كان فيها مشاكل اكتر. وغير كده هو جاب لك اوبشنز ثانيه زي السكتش واللوجو واللاين ارت والحاجات دي كلها. تحديث ثاني مهم وكان موجود في الافتر افكتس بس حطوه دلوقتي في الاستريتور، وده مهم جدا، وانا اصلا بنصح بيه اي حد بيشتغل بالافتر افكت، وهو موضوع السيرش في اللاير. ان انت مثلا عندك مجموعه ليارات، انت عايز لاير واحد من وسط 200 لاير، فلو انت حافظ اسم اللاير ده انت مسميه من قبل كده، تقدر بالبحث تجيب اللاير ده على طول. وكمان تقدر تفلتر اللايرز بتاعتك لباصات او جروبس او شيبس مثلا او كده بسهوله. خلينا نشوف الاوبشن ده مع بعض. طيب هنا طبعا الفلتر، لو دوست هنا ابلاي فلتر تقدر تختار مثلا الحاجات اللي معموله محطوط عليها افكت، الصور لو انت عايز تفصل الصور عن اي حاجه ثانيه، التكست، الشيب، الباص، كل الحاجات دي تقدر تعملها. الحاجات اللي معمولها لوك او معمولها هيدن تقدر تدوس عليهم، هي طبعا مفيش حاجه معمولها هيدن فما ظهرش، اللوك ده مفيش. الشيبس برضه تقدر تدوس عليها وتقدر تسرش هيظهر لك الشيبس بس، وتقدر هنا في السيرش تكتب اسم اللاير اللي انت عايزه ويظهر معاك عادي جدا. واوبشن كمان جديد نزل جوه الاستريتور، هو انك تقدر تحط لينك جوه الاستريتور بحيث ان هو يفتح معاك في البي دي اف وانت بتعمل اكسبورت. يعني اللينك لما انت تعمل له اكسبورت البي دي اف مش هيتقري تكست، لا هيتقري كلينك وينفع يتداس عليه ويشتغل عادي جدا. دي حاجه على ما اعتقد كانت موجوده في الانديزاين، مش متاكد يعني، باكدوا لي تحت في الكومنتات، دلوقتي بقت موجوده في الاستريتور يعني. وكمان بقيت تقدر لو انت بتعمل اكسبورت لاي صوره جي بي جي تقدر تختار الستايل بتاع الالوان من الاكسبورت نفسه، يعني عايزه سي ام واي كي ولا ار جي بي، حاجه هتطبع ولا حاجه هتتعرض على الشاشه. وكمان ممكن تقدر تحفظ السيتنج بتاعت الاكسبورت كبريسيت وتقدر تستخدمها عادي في اي وقت تاني، بدل ما كل مره تقعد تكتب سيتنج معينه، لا ممكن تحفظها كبريسيت وتستخدمها كل مره عادي جدا بدوسه واحده، بدل ما تقعد تغيره مانوال بايدك. بصراحه الذكاء الاصطناعي السنه دي داخل بقوه جدا، انا مش عارف اروح فين تاني. وبس كده، دي كانت كل حاجه عندي النهارده. لو الفيديو عجبك واستفدت منه فعلا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتنزل تعمل لي فولو تحت، اسيب لك اللينك الفيسبوك والانستجرام، بنزل حاجات مهمه هناك وشورتس كل يوم تقريبا. فاشوفكم الفيديو الجاي، السلام عليكم.